مرحبا، أنا اليوم سوف أقرأ لكم قصة مسامة الثعلب. ذات صباح تحت شجرة الليمون بجوار منزل وجدت ثعلبان صغيران. ما أجمل هذا الثعلب، عينه لمعتان، فروحه أحمر براق، تفوح رائحة الحليب من جسمه تدل على أنه مولود جديد. حلمت الثعلب الصغير بين كيف، وذهبت بها إلى المنزل، ثم وضعته في قفص حديد وسط الحديقة عند منتصف الليل. استيقظ على صوت ضوضاء، نظرت من النافذة فرأيت أن الثعلب تحول فتح القفص بأسنانها. جاء حدا ولم تقلع، ثم حاولت سحب القفص لكنها فشلت في ذلك. بقيت الرقابهما عبر النافذة، كان الصغير يتأمل أمه عبر القضبان ويبكي. لابد أنه مشتاق لحضن أمه الدافئ. السلام عليكم.